السلام عليكم شباب، معاكم ماكو عند حلقة ثانية من أخبار بي تشيس. هاي الحلقة اللي أذكر فيها أهم أخبار اللي تطلع معنا، كل شيء أتكلم عنه اليوم بيكون الرابط ماله في الوصف، شوفوا الأخبار في نهاية الفيديو. أول خبر أتكلم عنه اليوم عن لعبة فار كراي برايمال. هاي اللعبة أعلنت عنها شركة يوبي سوفت، وهي اللعبة القادمة من سلسلة فار كراي. طبعا هاي اللعبة راح تصدر في 23 فبراير 2016 على البي اس 4 اكس بوكس 1 والبي سي. اللي نعرفه عن هاي اللعبة راح تركز وايد على طور القصة، لأن اللعبة ما فيها أونلاين مثل ما قلت، مركزين على القصة بشكل حلو. وقصة اللعبة بتكون في العصر الحجري، فبتشوفون من العرض الأسلحة البدائية والحيوانات اللي يعني المنقرضة. شوفوا الفيديو أكثر عشان تعرفون أكثر بعد عن هاي اللعبة. حق الناس اللي يبون يعرفون أكثر عن قصة لعبة بلاك أوبس 3، في فيديو طلع يشرح لكم وايد عن القصة. طبعا اللي نعرفه من هاي القصة إن راح تقدرون لأول مرة في لعبة كول فيديو إنكم تنهون القصة كوب، يعني تقدر أنت وصاحبك أو أربعة من أصحابكم تلعبون في القصة وتكونون تختمونها ويا بعض. هاي شيء وايد حلو حق الناس اللي يحبون الكوب، أنا واحد منهم بعد. في عرض طلع حق لعبة نومانز سكاي، اللعبة اللي لحد الحين ما لها أي موعد إصدار. تخيلوا اللعبة من متى أعلنوا عنها وللحين ما في موعد إصدار. طبعا هاي العرض رويكم الجيم بلاي من الديمو الخاص في اللعبة، شوفوا الفيديو. مصمم من الأثاث الصوتية حق لعبة سايبر بانك 2077 طبعا قال ان اللعبة راح تكون اكبر بوايد من لعبة The Witcher 3. طبعا ليش هو قارن هاي الشيء؟ لان هاي اللعبة من تطوير استوديو CD Projekt Red، وهو نفس الاستوديو اللي مشتغل على The Witcher 3. على العموم هاي اللعبة هي بتكون RPG، تتوقعون تكون من اقوى الالعاب بعد لما تنزل. ما نعرف وايد معلومات عنها الحين، بس يمكن مثل ما قال انه فعلا تكون لعبه وايد حلوه، لان بعد نعرفنا العالم فيها بيكون وايد عود. لعبه متل جير اونلاين 3 نزلت رسميا، تقدرون تجربونها الحين. طبعا هي نزلت اول شيء في اليابان، عقب نزلت في الدول الثانيه، وفي ناس للحين ينطرون الاونلاين حق لعبه متل جير سوليد فانتوم بين. ما اللي نعرف انه قالوا من قبل ان الاونلاين بيتاخر شهر من موعد اصدار اللعبه، ان شاء الله ما يتاجل. لعبه ستار وورز باتل فرونت طلعت مواصفات تشغيل لها على البي سي، الرابط اللي فاتوا تشوفون المواصفات الادنى والمواصفات المطلوبه على البي سي. صراحه لعبه ستار وورز باتل فرونت انا مو من الناس اللي يحبون ستار وورز او ما شفت ولا فيلم ستار وورز، بس من عروض اللعبه ومن الجرافيكس اللعبه اللي شفتها صار خاطري اجربها، لان شكلها وايد حلو. مره شفت عروض عنها من قبل، بس اذا ما شفتها انصحكم تشوفوها، لان اتوقع انها بتكون لعبه وايد حلوه. فهاي كانت الحلقه حق اليوم، كل شيء تكلمت عنه بيكون رابط ماله في الوصف. اتمنى عجبتكم الحلقه، لا تنسون تدعمونا بالضغط على زر لايك وبس. هيك كل شيء، كان معكم ماكو، شكرا لكم متابعه، مع السلامه.